اخوان، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الاخوان واحد الله في شهر 6 2023. الاخوان تبارك الله السلعه هذه ان شاء الله كامله موجهه الى مدينه الدار البيضاء حي لاله مريم. ان شاء الله الاخوان غنشوفوها معكم حبه حبه، ونخليه يكون النمره ديال والصديق الاخ ابراهيم، صديق القناة تبارك الله ما شاء الله. هنا الإخوان كما تشوفوا السلعة تبارك الله هنا خارجة واحد واحد، اللهم بارك، الله يسخر له. إن شاء الله الإخوان غادي يتسرج إن شاء الله هاد السيمانة الداخلة، يما الأربع يما الخميس، والانطلاقة ديال البيع الإخوان غادي تبدأ، يعني نجمع إن شاء الله السبت الحد غادي يبدأ البيع. أضحيات العيد الإخوان، اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيد محمد. أحجام تبارك الله، اللهم بارك. الغل تبارك الله، كاين سمونية، علف تبارك الله طبيعي، سلعة ديال الجبل، الله يسخر تبارك الله ما شاء الله. أوزان تبارك الله الإخوان، يعني فوق 70 كيلو 80 كيلو، اللهم بارك. المهم الاخوان، هاد السلعة غادي تتواجد ان شاء الله كما قلنا بمدينة الدار البيضاء حي لاله مريم، سيدي عثمان، بجانب سوق الجملة ذكري. المهم الاخوان، نحط لكم النميرة ان شاء الله ديال السي ابراهيم، وتواصلوا معاه، والله يسخر الجميع. تحياتي للجميع. سلالة تيم حديث البرقية، اللهم بارك، تبارك الله ما شاء الله، حول الله مبارك، حول تبارك الله، لانوك السلالة الأصيلة تبارك الله، وتحياتي ليه، الله يسخر الجميع. الصراحة الإخوان اللي عجبني هو أنه يعني خلى مش غادي يعزل جوج ديال الحولة، جوج ديال الحولة تبارك الله المليح، يعزلهم الأب ديالو. وتبارك الله عليكم الإخوان، وسحنا الإخوان على الصوت صراحة، راه عيني شوية، والله يدير الخير، نتمنى من الله التيسير، ودعوا معنا الاخوان. لا ما تسيت من التالي، تبارك الله على السوق. هذا يختاروا الوالد ديالو، هذا غيختاروا الوالد ديالو، الله يسخر ليه. زيد واحد اخر، دابا راه انت اللي سارح، انت اللي عارف المليح فيهم. ها راس السوق في القطعة، يختار جوج إن شاء الله الوليد ديالو، الله يسخر له، اللهم بارك. المليح في القطعة إن شاء الله، يعني اختاروا واحد، مازال واحد آخر. ها ماشي هذا، هاد الجوج هادو، ها ضربهم وخرجوا كلشي، ضرب فين هو هذا، جوج بغيتي، جوج صافي، الله يسخر. لا بلاش، الله يسخر تبارك، على حسابك، انت اللي سارح، انت اللي معلف، انت اللي تعطينا المليح، الله يسخر. المليح تبارك الله، جويجات اللي اختار هو هذا، واحد هذا تبارك الله، والثاني تبارك الله، اللهم بارك، الله يسخر، اللهم يسر.